جماعه النهارده في ستيفلر رياكشن جديد هنا في رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده ده هيكون اخر تيزر لمسلسل رمضاني جديد هينزل في السنه دي في رمضان 2021. هو مسلسل اسمه بنت السلطان. ده مسلسل جديد لروجينا واتنزل تقريبا التيزر بتاعه من يومين على ما اعتقد او من 3 ايام. انا عرفت بالصدفه اصلا ان هو نزل له تيزر. هو من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج أحمد شفيق. اللي بيشارك بطولة مع روجينا أحمد مجدي وباسم السمرة، أنا بحب باسم السمرة جدا، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، أوكي، محمد مهران، محمود حافظ، أحمد بدير. أوكي الكاست شكله مش وحش. هو نزل له تيزر، أنا برضو تنفخت من مواضيع التيزرز دول، أنا مش فاهم هم ليه عمالين ينزلوا في تيزرز، ما ينزلوا أم تريلر كامل وخلاص يعني يا جماعة، يعني رمضان الشهر اللي جاي خلاص انتوا بتعملوا ايه بالظبط يعني. ما علينا، فكرة ان روجينا بطولة ده غريب شوية، ما عرفش اذا كان الحوار هيبقى interesting for me يعني ولا لا. انا على الرغم انا مش بكره روجينا، لا بالعكس بحبها، بس بحبها اكتر في ادوار يعني supporting roles، ما بحبهاش في ادوار ممكن تبقى بطولة. فالله اعلم يعني، هنشوف التيزر، هو برضو تيزر مش تريلر مع الاسف. هنشوف التيزر بتاعنا النهاردة ليه مسلسل بنت السلطان على هوم سينما لأول مرة. يلا بينا يلا بينا. اللي عند منار ده اسمه مرض نفسي. منار بتهرب من الواقع اللي كانت عايشة فيه. يعني أنا أول لما ابتديت أتشد، أو ده بقى اللي بجد بينرفزني في مسلسلات رمضان والتيزرز بتاعتهم، يعني لسه كنت ببدأ أتشد، يعني كنت لسه ببدأ أتشد علشان أخش في المود بتاع التريلر بتاع المسلسل، روحوا قطعين قطعين التريلر بطريقة غبية. يعني تحس أنت خلاص واحدة واحدة بتبدأ تنسجم في التريلر، ومرة واحدة يقطعك قطعة تفصلك فصلة السنين، تحس انت اساسا كرهت كل مسلسلات رمضان وكرهت كل حاجة في حياتك، وتحس انت مش عايز تتفرج على حاجة. ما تكملوا ام التريلر يعني، انتوا ايه هو ده حتى ده تيزر ده مش تيزر حتى عادي يا جدعان. يعني الله يرحم ايام افنجرز ومارفل واند جيم والحاجات ده، التيزر بالنسبة لهم دقيقتين ونص يعني، والاوفيشال تريلر تلاقيه دخل في 3 دقايق. مش عارف انا، ما تحس ان هم بيقطعوا لحمهم، يعني بيقطعوا من لحمهم عشان يدونا تيزر. ما تدونا دقيقة كمان يا جماعة، وما تنزلوا ام التريلرز وخلاص بقى. يعني انا مش فاهم بجد، يعني ايه فكرة ان انتوا تعملوا تيزرز حرفيا 40 ثانية ولا كام ثانية حرفيا، وفي الاخر تقعد ترمولنا بقى كل التريلرز ورا بعض؟ طب ما تنجزوا حالكم خلاص يعني. طبعا برضو مش حد نسبة ترقب مع الاسف، لان حتى كمان قفلة التيزر ذات نفسها قفلة سخيفة. يعني انا حسيت ان انا واحدة واحدة ابتديت اتشد، مرة واحدة راح قفلك اللي هو انت هتستنى التريلر. يعني انا مش فاهم يعني، بس هو المسلسل حاسس انه ممكن يجي منه، فمحتاج اشوف التريلر بتاعه الاول. حاسس يعني حاسس انه ممكن يجي منه حاجه المسلسل يعني، بس زي ما قلت لازم اشوف التريلر، ما مش هكرر من تيزرز بصراحه يعني. بس دي كانت حلقتنا النهارده في هوم سينما. ده كان التيزر رياكشن بتاع بنت السلطان. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. نشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.